مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم رجعت لكم بشيبس جديد اسمه فورونا. هذيك المره جربت اللون برتقالي، بس هلا رح اجرب اللون سكين في البلبل اسود. تمام، معنا زينب. هلا اجوا غزلنا مهم، واحنا ما عملنا لكم فيديوهات لان كنا شوي مشغولين قاعدين نرتب بالبيت، في مفاجأة كتير حلوة. ودعوهم لزينة بكرة رح يروحوا، عرفتوا؟ اوكي، هلا رح اورجيكم انه رح اثبت الكاميرا في هاي تثبيت الكاميرا هيك، كمان معها فلاش بس ما شحنتها لحطت معها فلاش، فرح الفها هيك واحطها حتى نورجيكم نوع الشبسبس. بس تذكرها عشان تكون صغيرة. هلا كل وحدة اشترت شبس، عرفتوا؟ بس انا اكلت امبارح. انت اكلتي امبارح؟ اوكي، انا امبارح مسكت شوي الكاميرا بس انا وزينة اكلنا امبارح. شوف قاعدة كيف بصغرها. في قطعة. بعرف انا سكتها. خليها. رح طبخه هيك. خلي طويل. لا هيك تكون صغيرة. تكون كبيرة. بس هون ثبتناها. اوكي. كبيرها. جايز اكبرها هيك بدل اخص صغيرها عشان هيك تكون اسهل. ايوه خلص. قلت لك لا تدلي عليها. هادي هون هيك. خلص. مرحبا، كيفكم؟ انا زينة من قناة جزر آرمها، بس انا غيروا اسمي انه اسمي زينة. لا اسمي احلى اسامي البنات. خلاص ما رح احطها. خلاص، فهلا امسك التليفون ريموت. هلا هيك شكله. في رقوك هات ريحته. شمو؟ اول المتابعين. لا هم ما بشمو بس بروح. شمو؟ هذا دوقي. اول لقمة للمتابعين. اول لقمة. ايش طعمه؟ شو احكوا كيف طعمه عشان اجربه. هو حلو. بس ما عليه، بس مالح وعليه شوية حرورة. رح البرتقالي اسكال جربناه بالجبنة الفينيسية تبعناها. يا جماعة سمعين صوته كيف عم بيقرمش؟ واه مقرمش. بآخر الفيديو رح نحكي التقييم. جاد. حسيت حار من الأول. أول. Good guys.
بس انا بحس ان حامض اول شيء طعم حامض مع بهارات باللونه سكني بس وشوي حار جري خفيت على خاطر خلنا الهواء انا نفتحه كله ونروح ندور اوكي اوكي وين وين اسمع 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 الصوت واحد اثنين ثلاثة اكيد مو مع الهواء بس بنروح هنا ندخل انا خايفه كثير انا كنت ادري احط وان هاي او ماي جاد ده كثير وهسه التقييم زينب كم بتقيمين من عشرة؟ عشرة من عشرة أنا عشرة من تسعة لأنه حار شوي أنا بقيمة ثمانية سبعة من عشرة لأنه حار وفي الأسود